السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الفرقة التانية كلية طب الأسنان جامعة الفيوم. دي آخر معانا محاضرة في مادة مكافحة العدوى infection control السنة دي إن شاء الله. وعشان كده حابة أقول وقل ربي زدني علما، عشان نتذكر مع بعض إن إحنا لازم نذاكر القديم ونراجع اللي فات عشان خاطر نقدر نوصل لآخر محاضرة. آخر محاضرة طبعا بنتكلم عن ايه في كل الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، نتكلم ازاي اتخلص من النفايات الويست مانجمنت، طريقة التخلص الصحيحة من النفايات. زي ما اتفقنا مع بعض في قاعدة عامة اسمها ايه هي learning objectives او intended learning outcomes اللي هنطلع بيها بإذن الله. فبنقول after completion of this chapter individuals should be able to ايه بقى describe regulation of medical waste. يبقى لازم نعرف ايه هي اصلا medical waste ويعني ايه، وايه هي اللوائح اللي المفروض ابقى عارفها، يعني ايه اصلا medical waste. نعرفه define and give examples of non-regulated and regulated medical waste. اللي بعدي اهوت جاي يقول لي medical waste في حاجة اسمها regulated وحاجة اسمها non-regulated، يعني من اول سؤال اهو او intended learning outcomes بس عرفتني ان medical waste في regulated وفي non-regulated. يعني ايه بقى وندي examples؟ list appropriate protocol for disposal of medical waste، ازاي اتخلص من او اعمل disposal للميديكال ويست بتاعتي. اقول الكومبوننت بتاع الدنتال اوفيس ميديكال ويست مانجمنت، ايه الحاجات اكتر حاجه في الدنتال اوفيس اللي هو يهمني انا كدنتست، ايه هي الميديكال ويست اللي موجوده عندي، وازاي طبعا اتخلص من النفايات الموست كومنلي اللي موجوده في الدنتال اوفيس. ماشي، عندي اكتر ثلاث حاجات اساسيه موجوده في الدنتال اوفيس هنعرفهم حالا باذن الله مع بعض، ونعرف ازاي بنعمل مانجمنت للويستس دي او الثلاث انواع اللي هنتكلم عنهم باذن الله. اول حاجه بنقولها في المقدمه بتاعتنا يعني ويست مانجمنت. ويست مانجمنت او يعني ايه هي طريقه اداره النفايات، يعني بالمعنى الحرفي لا هو التخلص من النفايات. يا جماعه الاول بعمل كولكشن، يبقى ده كولكشن تجميع، نقل ترانسبورت، بروسيسنج تعامل او هاو تو ديل معاها ازاي اتعامل معاها. في حاجات بتبقى محتاجه ان انا اعمل لها ريسايكلينج، في حاجات ان انا محتاجه اعمل لها ديسبوزل. ريسايكلينج هتعاد تصنيعها، ايه ده يا دكتور احنا ينفع نعمل اعاده تصنيع؟ اعاده تصنيع غير اعاده الاستخدام. اعاده الاستخدام دي لما يكون عندك ازازه ميه في البيت وتستعملها تاني، وده طبعا احنا قلنا قبل كده ان ده مش اي بلاستيك يتحمل ده. اما الريسايكلينج بيبقى فيه تريتمنت معينه بتتم معاها عشان يقدر ان هو يعيد استخدامها، وهل مسموح لما اعيد استخدام ميديكال ويستس معينه زي البلاستيك مثلا او زي الميتال مثلا، هل مسموح لي ان انا احطها تاني في الميديكال فيلد ولا ايه الطريقه دي؟ حاجه زياده عايزه اقولها لكم، الريسايكلينج هنا يا جماعه المفروض في بروتوكول كده، ما ينفعش تبقى في لعب اطفال، ما تنفعش تحط في حاجات ميديكال تاني، يعني اعمل بيها مثلا حاجه فيرفورجي مثلا، اعمل تابلو، يعني حاجه تستخدم not for medical use. طيب يبقى ده بالنسبة للريسايكلينج. تاني حاجة او مش تاني حاجة، الاوبشن التاني هو الديسبوزل بتاعة الويست ماتيريال دي. تمام كده، دايما بنتكلم عن الماتيريال اللي هي بتنتج بالنشاط البشري بالhuman activity، واللي مهم قوي ان انا عايزه اتخلص من الحاجات دي عشان ليها افكت على الهيلث، افكت على الانفايرمنت، بتاثر على الاثاتكس او المظهر الجمالي. لان تخيل كده لو تم ان كل النفايات اللي في العالم دي تجمعت حوالينا هيبقى المنظر عامل ازاي. الميديكال ويست عموما، يعني ايه كلمه ميديكال ويست؟ اي حاجه سوليد ويست طالعه ناتجه عن التشخيص والعلاج، وتشخيص وعلاج يبقى دكاترة صح، immunization
تشخيص يبقى ممكن بتاع اللاب يتحط تحت كلمة تشخيص diagnosis، treatment تحطنا كلنا، أي حاجة في الميديكال فيلد بت apply treatment وينشأ عنها waste من نتيجة التعامل مع البيشنت، فهي دي ميديكال ويست. تمام كده؟ أو طبعا فكرة الإيمونيزيشن زي ما اتفقنا. ليه بنحتاج ان نتخلص من النفايات؟ ايه المشكله يعني ما نسيبها بقى حوالينا كده ونعيش حواليها؟ why we need to manage البايوميديكال ويست بطريقه صحيحه؟ اول حاجه عندي الهيلث والاثاتكس. الهيلث والاثاتكس ما فيش حد فينا ما بيحب يشوف منظر الدم ويشوف يعني منظر اصلا البان بتاع او الباسكت بتاع الزباله او الرابتش، يعني ما بيبقاش لطيف بيتحط. ما ده في ناس بتعمله خيط، وفي ناس بتعمل كنفاه، وناس بتعمل مش عارفه بتحط كده الباسكت بطريقه مش عارفه مشرشره، بحيث ان يبقى شكل الباسكت شكله نظيف او البان شكله نظيف. فانا يهمني كمان ان انا اتخلص من النفايات عشان يبقى الصحه العامه والمظهر الجمالي مهتم بيه. طبعا خايف من ايه؟ خايف من انفكشن. انا بدرس ايه؟ ما انفكشن كنترول. يبقى انفكشن ريسك، الريسك بتاع الانفكشن اللي بتبقى بسبب الحاجات بالذات الشارب انجرز يا جماعه، بالذات الحاجات اللي فيها بلاد او الاذر بوتنشال انفكشس ماتيريال. طبعا الانفايرمنتال بولوشن، لو الحاجات دي فضلت هيحصل ايفابورايزيشن. الحاجات ديت لو فضلت في الهواء هتلوث التربه، صح ولا لا؟ هتلوث الهواء، هتلوث الميه لو اترمت فيها. كلنا عارفين يعني ايه رمي نفايات يا جماعه في الانهار، ويعني ايه رمي نفايات في البيئه، وازاي ده بيأثر على التربه، وازاي ان احنا منهيين عن رمي نفايات معينه. واكيد انتوا فاهمين قصدي، جنب الشجر، الشجر بالذات المثمر. فيعني رغم ان في ناس تقول لك الله التربه بتنقي لا، احنا مأمورين أو بأمر إلهي إن إحنا نعتني بالبيئة بتاعتنا وننظفها. لأن برضو كمان في مشكلة عندي، إن الإنسنريشن ده بيسبب في إيه؟ الإنسنريشن المفروض له شروط، يعني أنا هوريكم دلوقتي الإنسنريتور بإذن الله له شروط، وله إزاي إن الطاقة اللي خارجة منه دي أنا ممكن أسخرها أستخدم بيها، يعني أعمل بيها طاقة تانية جديدة، يعني أو أطلع الغاز الميثاني اللي طالع ده بره في أوروبا ودول متقدمة بيعيدوا استخدامه تاني، يعني ما بيسيبوش الأبخرة المتصاعدة من الإنسنريشن للبيئة كده، لأ ده له شروط. تمام؟ انا طبعا مش هدرس الشروط بس هوريكم شكلها عامل ازاي. نفس فكره برضه اوتوكلافينج. فالديفكتيف انسنريشن والديفكتيف اوتوكلافينج بتسبب في انفيرمنتال بولوشن، وطبعا بتهارم البيئه. فعشان كده في بروتوكولات كبيره جدا ومتعهد عليها ومتعارف عليها في بلاد عديده بطريقه تخلص من النفايات بطريقه امنه. حتى لو انا حرقت النفايات دي في الانسنريتور، انسنريشن يعني حرق يا جماعه النفايات، او ازاي ان انا احرقها الاول وادفنها في ديب بيوريت او في مدفن عميق مخصص للديسبوزل او التخلص من النفايات دي. فيبقى انا بهتم ليه بتخلص من النفايات؟ عشان ناحية الاثاتكس، عشان الهيلث اثاتكس، عشان انفكشن كنترول، وعشان الانفايرمنتال بولوشن بالذات مخاطر الانسنريشن وال. بس كنت شويه عشان يا جماعه لما باجي افصل ما بين سلايد وسلايد اكتشفت ان في كلام في النص بيقع، فمعلش يعني التجربه قلنا قبل كده انها تجربه جديدة علينا. فنتكلم بعد كده ايه الريجوليشن بقى والجايدنس اللي لازم نعرفها. الاول لازم نفهم ان دي حتة كده يعني اعتبروها زيادة عليكم، يعني هل الفهم فقط او للمعرفة. اي حد بيضع بروتوكولات وبيضع لوائح، اللوائح دي اما تبقى على مستوى الفدرالي عند نشحة فدرالية، على مستوى المحلي لوكال، او على البروفينشيال ده اللي هو الاقليمي، يعني على المستوى الاقليمي. يعني ممكن نتكلم عن اقليم عربي، هم مثلا عندهم اتحاد اوروبي، امريكا في فدرالية. فنقدر نقول كل مكان ازاي بيتخطط وازاي بيتعمل يعني، وله اللوائح لازم نمشي عليها. بس في لوائح عامه محطوطه بواسطه الانفايرمنتال بروتكشن ايجنسي. تمام؟ هحاول اجيب لكم برده القلم اللي انا بحبه، اهو ليزر بوينتر. الانفايرمنتال بروتكشن ايجنسي دي برده في لوائح محطوطه
معظم الناس محتاجين ان احنا نتعرف عليها. طبعا احنا صغننين لسه شوية، فممكن ده لما نبدأ نأسس عاداتنا او كده نعرف اللوائح دي بإذن الله. كمان القوشة ليها لوائح، والقوشة طبعا احنا متعاملين معاها من اللي هي الاوكيوبيشنال سيفتي اند هيلث ادمنستريشن. القوشة دي من زمان واحنا بنتكلم عنها، وان القوشة هي بتريجيليت الميديكال ويست في مكان العمل، في الورك بليس، سواء مكان العمل ده هندسي سواء كان، بس طبعا هندسي احنا بنتكلم عن ميديكال ويست يا دكتور كذي. فالميديكال ويست اقصد يعني في لاب، في عدة اسنان، في علاج طبيعي، اي حاجة ميديكال ويست هي بتنظمها. الفود اند دراج ادمنستريشن يا شباب اللي طبعا ترامب دلوقتي بيتكلم عنها كتير، ونسمع بقى الاورجانيزيشن دي بنسمع اساميها كتير، دبليو اتش او، دي كل يوم بيطلعوا يقولوا لنا الجديد اللي بيحدث الان. الفود اند دراج ادمنستريشن هي بتجريت اي ديفايس او اي ميديكال ديفايس يا جماعه، زي ايه؟ زي الشارب كونتينر مثلا. تمام، الحته دي يا شباب عشان انا عارفه انها شوية ممكن نقراها. التايبس بتاعت الويست انتنسيتي نوعين، في حاجات بتبقى ريجيليتد ميديكال ويست ونون ريجيليتد. بصوا انا اهتميت قوي، دي المفروض انها احصائيه معموله في الولايات المتحده الامريكيه، ماشي؟ فبس عشان تبقوا عارفين، هو مش بس معموله في الولايات المتحده، هي ان جنرال النون ريجيليتد بتبقى اكتر من الريجيليتد. طب ايه يا دكتور، انتوا جبتنا السلايد دي واحنا مش عارفين اصلا مين الريجيليتد ومين نون ريجيليتد. طب عايزاكوا كده برين ستورمينج دلوقتي، نفكر ولو لثانيه تفتكروا، بدام كتير قوي اللي هي 75% هي النون ريجيليتد، يبقى مين فيهم الاخطر، او اللي هي بقى نديها ديفينيشن ان دي الويست بتاعه الدكتور اللي خارجه من الدكتور زي اكستراكت توس مثلا، هل هتبقى ريجيليتد ولا نون ريجيليتد؟ توقع ايه؟ طبعا 50% من اللي قاعدين معايا او ممكن اكتر هيقولوا لي يا دكتور اكستراكت التوس اتحط هنا اكيد هي دي الموست كومن. لا، النون ريجيليتد يا جماعه هي الويست العاديه زي الهاوس ويستس بالظبط، يعني الكوبايه الفاضيه اللي شارب فيها الدكتور، كوبايه الشاي، الطفل، الحاجات اللي هي الويست العاديه خالص بتبقى نون ريجيليتد، ودي بتمثل 75% من الويست اللي في الدنتال سيتنج. تخيلوا بقى، اما الريجيليتد ويست بتمثل حوالي من 10 ل 25 حسب طبعا اللود والمكان وحسب استخدام. يبقى تاني، ايه هي نون ريجيليتد ويست يا شباب؟ نون ريجيليتد ويست بتشبه للهاوس هولد ويست، الحاجات العادية جدا، البيبر، الورق، البلاستيكس، زي كوبايات والحاجات اللي بنشرب فيها زي ما اتفقنا، وما فيش كونتاكت ليها مع البيشنت. حتى لو كانت ان كونتاكت مع البيشنت، يعني ممكن تكون مثلا عملت كوبايه شاي بقى البيشنت ولا حاجه، تمام كده؟ فدي بتكاتيجورايزد از ايه؟ نون انفكشس، يعني انا مش خايف منها، فمش محتاجه سبيشال ديسبوزل. ازاي مش محتاجه سبيشال ديسبوزل؟ يعني بحطها بالنسبه لي انا بقى في عيادتي، كلام الابلايد بقى الحقيقي على ارض الواقع زي ما اتفقنا احنا دايما بنتكلم كده، بحطها يا جماعه في الكيس الاسود. يعني عندنا في الحقيقه تعال نتكلم، في عندي كيس اسود، في كيس احمر، ماشي وزاره الصحه ماشيه كده، وده الحاجه اللوكال اللي عندنا، واللوكال دي مش شتيمه خلاص. فبنقول عندي كيس اسود، كيس احمر، خلاص، والسيفتي بوكس اللي لونه يا اصفر يا احمر حسب المكان اللي انت فيه، تمام؟ فهو غالبا المفروض بيبقى اصفر. طيب يبقى انا عندي الكيس الاسود ده بحط فيه ايه؟ بحط اي نفايات غير كونتاكتنج مع البيشنت. يعني ايه؟ يعني نون ريجليتد ويست بحط فيه النون ريجليتد تويست. طب والاحمر ده يا دكتور؟ كل ريجليتد تويست غالبا ما بتتحط فيه ما عدا الشاربس، تتحط في الايه؟ في السيفتي بوكس. انا هعيد الثلاث كلمات دول تاني في اخر المحاضره نتخيلهم اكتر، بس انا ليه قلتهم هنا؟ قلتهم عشان منظر البن ده يبقى واضح بالنسبه لي ده بتاع ايه. تاني قوشه، احنا ما قلناش غير قوشه السنه دي. القوشه ريجليتد تويست ديفينيشن، انا عايزه تعريف طالع من بق الاوشن، يعني ايه ريجيليتد ويست؟ اصل انا مش مقتنع، انا مش مقتنع. انت قلتي لنا الريجيليتد ده الهاوس هولد، طب الريجيليتد اوشن بقى معرفه يا جماعه اي ليكويد او سيمي ليكويد بلاد
او other potential infections. مش احنا معرفين ان other potential infections ده according برضو الحاجة اوشا على انه اي حاجة body fluid ما عدا السويت، واتفقنا برضو ان اي حاجة كانت نتاج اللاب زي مثلا البيوبسي، واتفقنا اي تيشوز، يبقى هنا اوشا معرفالي يعني ايه blood او other potential infectious material من الاول. يعني هي حاطه ما تحت كلمه other potential infectious material دي حاطه حاجات دي تبع الريجليتد تويست. اتفقنا على كده؟ طيب مش فاهمها يبقى في اللايف يسال فيها تاني او يعيد الريكورد زي الدكتور الرخم اللي طلع يقول كده، عيد الريكورد يا جماعه مش كده. طيب التاني حاجه تبع الريجليتد تويست according to the OSHA definition، عشان مش عارفه احنا ما بنقراش دايما العناوين يا شباب، ارجوكم نقرا العنوان. نقول OSHA regulated waste definition، فده التعريف ده بتاع OSHA. وانا معرفه OSHA قبل كده نفتكر معرفالي الايه البلاد والاذر سوري الاذر بتنشئ انفكشس ماتيريال هم ايه، نرجع لها تاني. تمام. طيب اي كونتامينيت ايتمز بايه؟ كونتامينيت ايتمز بالبلاد او الاذر بتنشئ انفكشس ماتيريال، يعني تيشوز يا دكتور حاجه كونتامينتد تيشوز اه طبعا تبقى ريجليتد ويست، يعني زي الجوز زي الكوتون طبعا يبقى فيهم بلاد، ممكن البلاد ده كود بي ريليزد لو حصل انها كومبريزد، كومبريزد طبعا اكيد، او انها يا جماعه تتبل يعني ديورنج الهاندلنج، يعني اي حاجه فيها بلاد وناشف او اذر بوتنشال انفكشس ماتيريال ولما اتعامل معاها يعني وقع عليها شويه ميه بقتش ناشفه خلاص، يبقى دي ساعتها تتعامل عن انها ريجليت تويست. وطبعا كلمه ناشفه وغير ناشفه دي في ناس هتفهمها صح. كونتامينيتد شاربس، طبعا كونتامينيتد شاربس تبع ريجليت تويست. بنقول الكونتامينيتد شاربس دي بتتخلص منها ازاي، ويعني ايه كلمه كونتامينيت؟ يعني الشاربس العاديه ممكن ارميها في الزباله اصلا؟ لا، هو انا بخاف من الشاربس العاديه لان هي ممكن تاثر على بيشنت وتعمل له بانكتشر، فما بالك بقى لو كونتامينيتد يبقى تتحط تبع ريجليت ويست. اتحط فين بقى؟ هو ده الكلام اللي هنقوله، بتتحط في السيفتي بوكس عشان بس الناس ما تلخبطش. احنا هنا نتكلم عن ان جنرال يعني ايه ريجليتد ويست. انت هنا من كور ريجليتد ويست الحاجات اللي في اول كلمه في الاذر بوتنشال، اذر بوتنشال انفكشس ماتيريال، هحط التيشوز تحتها، هحط اللاب انفستيجيشنز تحتها اللي هي السميرز بتاعه الهيباتايتس مثلا او الايدز او الحاجات اللي زي كده او التيشوز، ومن التيشوز دي اكستراكت التوز بالمناسبه. اي كوتون او جوز فيه بلاد لو كومبريسد هيطلع هيؤوز بلاد، ماشي، او حاجه فيها بلاد ناشف لو انا اتبل تحت اي ظرف هيبقى فيه اوز او اوزنج بلاد، او الكونتامينيتد شارب زي ما اتفقنا. ال WHO هتقعد كده مكتفه ايديها وتسكت للاوشا وهي بتحط ديفينيشن للميديكال ويست وبتتكلم عن الريجليتد ويست اللي هي جوه الميديكال ويست؟ لا، ال WHO بقى حط التعريف اشمل واوسع للميديكال ويست يا جماعه، وقسمتهم الى 8 كاتيجوريز. ايه هما الكاتيجوريز دي؟ اول حاجه قالت لك الانفكشس ويست، ويست اللي هي بتنقل الانفكشن، يعني ويست فيها فيروس فيها بكتيريا فيها بارازايت، زي ادك مثال زي التيشوز زي السوابس زي اللاب كلتشر، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. ده ايه ده؟ ما احنا اتكلمنا عن ده في الاوشن. انا بقول لك ال WHO الورلد هيلث اورجانيزيشن حطت هي كمان كاتيجوري للميديكال ويست. اول حاجه قالت لك انفكشس ويست، تاني حاجه قالت لك الشارب، الشارب ويست معروفين نيدل السكالب بليدز مقصات والحاجات اللي هي بتاعه الجراحه. قالت لك باثولوجيكال، باثولوجيكال لان هي هنا مش معرفه زي اوشا ما هي معرفه يعني ايه اذر بوتنشال، فقالت لك الهيومن تيشو او اي بادي بارت حط تحت ده الاكستراكتد توس طبعا تمام،
او قالت لك راديو اكتيف. ايه راديو اكتيف؟ الحاجات اللي بتستخدم، مواد اللي بتستخدم في العلاج الراديو ثيرابي، العلاج بالاشعاع عشان الناس اللي عايزه ترجمه. الكيميكالز، الكيميكالز يا جماعه لا يعني انت عندك في التحميض مثلا، التحميض بتاع الاشعه في الفيلم ديفلوبر، وبالنسبه للحاجات الخامات اللي بنستخدمها دلوقتي الديس انفكتنت والسانيتايزرز والحاجات دي، الحاجات دي بتبقى بتخش في اكسبايري ديت، فازاي تخلص منها؟ يعني دي حطها برضو على انها ميديكال ويست لانها ضاره بالبيئه، تمام كده. الفارماكوتيكالز او الحاجات اللي هي الاكسبايرد كيميكالز اللي موجوده في الصيدليات، الميديسن يعني الادويه اللي دخلت في اكسبايري ديت، عرفتها WHO قالت لك لا دي ميديكال ويست. اي حاجه ناتجه من التعامل، زي قلت لكم اتحاد المهن الطبيه، طب علاج طبيعي، صيدله، بتاع اللاب، عرفته معناها اشمل واوضح ومفسراها اكتر. في ناس بتحب التقسيمه دي احسن من بتاعه الاوشن. البشرايزد كونتينر يا جماعه، المستشفيات مليانه انابيب اكسجين، انابيب الاكسجين دي او الجاز سيلندرز ديت، في حاجات برضو فيها بتبقى اكسبيرت. ازاي برضو؟ قال لك دي كده لازم تتحط تبع الميديكال ويست، ازاي تخلص منها. او الحاجات اللي هي بتقفل عليها، اللي هي الجاز كارتريدجز ديت، او الاقفال بتاعه الكونتينرز دي. بالمناسبه عارفين طفايه العربيه، طفايه الحريق بتاعه العربيه بتخش في اكسباير، يعني ليها اكسباير ديت، فالمفروض ليها طريقه للتخلص برضو منها، يعني ما تسيبش كده، ما ترميش كده وخلاص في اي حته، عشان الحاجات دي بتنفجر. طيب الناس دي WHO لما شرحت الميديكال ويست ما نسيتش ان في اختراع اسمه جنرال ويست، اللي هو يقابل مين عند اوشا؟ النون ريجوليتد ميديكال ويست، محطوطه قدامك اهي، ان ريجوليتد ميديكال ويست. يبقى الجنرال ويست دي اي حاجه ما اتعاملتش مع بلاد، اي حاجه ما اتعاملتش مع بيشنت بمعنى اصح، او هيومن هيلث، زي ايه؟ زي البيبر وزي الهاوس هولد ويست، او الحاجات اللي هي البلاستيكس والكلام ده. يعني الجنرال ويست يا دكتور زي الان ريجوليتد، بس ده تعريف مين؟ ال WHO يا ربي. امال بقى الريجوليتد ويست هي مين؟ الريجوليتد ويست اكوردنج تو الاوشا، الحاجات يا جماعه اللي محتاجه ستورج معينه، او ازاي بقى اتعامل مع ريجوليتد ويست، بحتاج ان انا اخزنها، اتعامل معاها، اعملها نيوتراليزيشن. كلمه نيوتراليزيشن دي يا شباب تعني اوتوكلافينج، نيوتراليزيشن يعني استراليزيشن، يعني ازاي ان انا اعدلها، ازاي اعقمها، خلاص. طيب يبقى بتحتاج ريجوليتد ويست دي محتاجه تعامل معين، تخزين معين، هاندلنج بطريقه معينه عشان خاطر اتخلص منها اكوردنج تو الريجيليشن، القوانين اللي عندي، اللوكال ريجيليشن بالنسبه لي انا لو سمحتوا، انا عندي فيدرال ولا عندي ستيت، انا عندي لوكال رولز ولوكال ريجيليشن انا بتعامل معاها، يعني انا همشي تبع هذه النقطه. طيب لكن في لوائح عامه لازم اعرفها، اللي هي المراحل التخلص الامن من النفايات الطبيه، ستيجز اوف ميديكال ويست ديسبوزل. اول حاجه بتكلم فيها هي مرحله الكوليكشن والسيجريجيشن. يعني ايه؟ يعني جمعت النفايات بتاعتي، خدتها، وبعدين ابدا اعمل لها سيجريجيشن. يعني ايه سيجريجيشن؟ يعني فصلها، يعني اسيبريت التايبس اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج تو دي مثلا ريجيليتد ولا نون ريجيليتد، صح؟ طيب في الريجيليتد ويس، هل كل الريجليت ويست كلها بتروح على الريد، ولا في حاجات بتروح على الريد وحاجه بتروح على البلو وحاجه بتروح على اليلو، او سوري اليلو واليلو السيفتي بوكس؟ جماعه في لون تاني عشان تبقوا فاهمين، بس يعني المفروض انه متعارف عليه، هو الاصفر ده اللي في الباكس دي. لكن احنا انا بكلمكم عن الحاجه اللي هتطلعوا وهتقابلوها، يعني انا هوريكم كمان شويه ان في الوان كتير، يعني حتى جوه الريجليتد ميديكال ويست في اسود، تخيل. فلا احنا عندنا الاسود بتاع الايه، النون ريجليتد ويست او الجنرال ويست، تمام كده. طيب يبقى انا جمعت النفايات بتاعتي وفصلتها، حطيت الشاربس في السيفتي بوكس، حطيت الكوبايات في او البلاستيك او البيبر في الحاجات اللي هي الاسود، ماشي، وحطيت
الميديكال ويستس بتاعتي او الريجليتد ويستس بتاعتي الحقيقيه بقى، الانفكشس ويست بتاعتي في الريد، تمام كده. انا كده عملت سيجريجيشن، تمام حلو. بعد كده اخزنها ازاي؟ ارميها في الطرقه الناس تقعد عليها زي ما بعض الاماكن بيحصل فيها. ابص الاقي كيس بلاستيك محطوط وفي طفل قاعد فوقيه، هل ينفع ده؟ لا، لازم يكون في ستورج اريا محترمه يا شباب، يتحط فيه مكان معروف ان يتكتب عليه كده ماشي، ان ده ستورج اريا اوف ويست، او يتكتب عليه ويست مانجمنت، او مكان التخلص من النفايات، اي حاجه مقطوط او تخزين النفايات، اي علامه مميزه للجمهور وللناس يبقى معروف ان ده مكان للستورج. بعد مكان الستورج بتتحط يا جماعه في الترولي كده زي ده، وهوريه لكم ان شاء الله كمان شويه حالا، بتتجمع فيه الباكس اللي هي البلاستيك، وتبدا تتحط في عربيه امنه. يا جماعه الاكياس دي ما بتتحدفش، وما بتتحدفش على طول دراعنا، يعني الواحد بيشوف حاجات انا لازم اقول لكم الغلط عشان لما تشوفوه تبقوا عارفين ده غلط وما يتعملش وممنوع انه يتعمل، عشان اولا سلامة العامل اللي بينقل، ثانيا سلامة البيئة اللي حوالينا ان احنا مطالبين بيها، تمام. ففي طريقة للستورج او الستورينج اريا، وطريقة النقل بقى ازاي النقل الامن ان يكون محكم الغلق وهكذا. طيب التريتمنت هنشرحها بالتفصيل، وهقول لكم ان في انسنريشن وفي نون انسنريشن ميثود، في طريقه حرق وفي طريقه مش بالحرق، دي هنقولها في اخر حته في المحاضره خالص. لكن هنا قال لك التريتمنت الحقيقي اللي احنا عارفينه هي الانسنريشن، وقال لك في المحرقه الحديثه والمحرقه القديمه اللي مبنيه بالطوب ماشي، واخر حاجه هي مرحله الديسبوزل، الرماد اللي انا عملته ده هوديه فين، او حتى النفايات ذات نفسها هوديها، ممكن ما احرقهاش على فكره، ممكن اعمل لها ايه، في دي بيوريت او 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 حفره او فيل، اسمه بالعربي مكب، مش عيب اقول كده عادي يعني، لازم عارفين كل المعاني يعني. فحطيته في المكب ده لان ده ان شاء الله في المستقبل اللي بيعمل بقى الفحم والغاز الطبيعي والحاجات الجميلة دي. طيب according to بقى الأوشة، بصوا بقى according to الأوشة ايه، احنا دلوقتي هنتكلم عن مواصفات الكونتينر اللي هتحط فيه regulated waste تابع لمين؟ الأوشة، الأوشة اللي هي عرفتني يعني ايه regulated waste، وقالت لي الشروط بتاعتها او انواعهم ايه، او ايه شروط الحاجات اللي انا اقول عليها ريجليتد ويست بمعنى صح، او الديفينيشن بتاعها. دلوقتي بقى بتقول لي لا ده مش اي كونتينر، ده لازم يكون له مواصفات معينه، لازم يكون كلوزابل. يعني ايه كلوزابل؟ يعني قابل للغلق، لازم يكون بيتقفل يا جماعه، يا اما يبقى فيه فود كنترول، مفيش فود كنترول انا كنت قلت قبل كده، لو مفيش مش هتعرف تتحكم فيه بالغلق برجليك سيبه مفتوح احسن، هو دي حقيقه، ما سيبه مفتوح احسن لحد ما تجمع النفايات بتاعتك وتقدر تقفله بعد كده ماشي، عشان ما يبقاش برضو حاجات تتجمع عليه وشكل استاتيكالي ما يبقاش ايه، ما يبقاش حلو. لازم كونستراكت كونتين كل الكونتنت من غير ما يحصل ليكج، يعني من غير ما يقلاوا الليكج دوت يا شباب، بالذات انا لسه هعمل هاندلنج، لسه هعمل ستورج، هنقله هشحنه ترانسبورت اور شيبنج، فكل ده كل ده لازم يمنع الليكج، يمنع التسريب، يكون مصنوع من ماتيريال دونت الاو الليكج، تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده أو النقطة اللي بعد كده، لازم يكون يا جماعة الكونتينر ده بيقاوم البانكتشر. يعني إيه بيقاوم البانكتشر؟ بالذات لو كان هحط فيه شاربس، يعني يا دكتور ما هو الكيس الريد أو الريد بلاستيك كفر ده اللي انتوا بتحطوا فيه ده سهل جدا يتخرم، صح ولا لأ؟ مش بانكتشر ريزيستنت، ما أنا قلتلك لو أنا هحط فيه او هعمل فيه ديسبوزل لشاربس يبقى لازم يكون بانكشر ريزيستنس، ده الشرط ده يا شباب خاص بالذات بمين، بالسيفتي بوكس او الشارب ديسبوزل. تاني حاجه لازم يكون في علامه، تقول العلامه دي تكون
فلورسنت اورنج او اورنج ريد، يكون في ليبل علامه او سيمبل يتحط يقول ان الحاجه دي بتاعه الويست، فيها ويست، تمام كده، علامه مميزه. الصوره دي في الحقيقه انا واخداها من احد المستشفيات، عجبني النظام وعجبني الكيس محطوط صح ومفرود في قلب البن، والسيفتي بوكس محطوط في مكانه، فحسيت ان يستحق التصوير يعني. دي احد السيمبلز، ان بتقول الحاجه دي بايو هازارد سيمبل انديكيتنج ذيس از ا بايو هازارد ماتيريال. طيب لازم قبل ما ابدا اتحرك واعمل هاندلنج يا جماعه يقلوا الريموفال. يعني ايه الكلام ده؟ في مشكلتنا ان احنا نفضل نحط الويست، فيجي بعد كده الكيس هنقول يحصل بولجنج منه، يبوظ منه الويست بتاعه، تخرج بره الكيس خالص. فلازم ان لما اجي احطه او بمعنى صح اجمعه او اقفله ما يسمحش ان يحصل سبيلج او بروتروجن. بالظبط، يبوظ، هي الحمد لله بروتروجن اوف الايه، اوف الكونتنتس دي بالذات. يبقى انا لما املاش قوي الكيس ولو مليته املاه بالعقل يعني، بحيث اني الاون الكلوجر بتاعها عشان خاطر اراعي ان في هاندلنج ستورج وفي ترانسبورتيشن هيحصل، في عامل عندي ممكن يحذفه ويرميه فيكون مقفول كويس بمعنى صح يعني. تمام، ده المنظر اللي انا عايزه اقوله لكم، ان هو اتحط فيه خلاص. انا بحط هنا الويستس بتاعتي، وبعد ما بخلص هو هنا اتملى بحيث اني الاو ان انا قفلته، خلاص قفلته باحكام، يبقى كلوزابل اهي. طيب وعليه العلامه البايو هازارد، ان ده علامه تقول ان الحاجه دي يا جماعه مش حاطه هدايا عيد الكريسماس، لا، او هدايا عيد الام، لا، ده هنا في ايه، في ويسس، مش كيس احمر، مش اي حاجه حمر يعني الفالنتاين. تمام، فالريد باكس دي ممكن تفضل مفتوحه لقد ايه؟ والله يا جماعه بصوا، انا عجبني قوي ان هو قال لك ممكن تتحط لحد 30 يوم. طب افرض اتملت قبل 30 يوم، يعني انا شغال في مستشفى وعندي فلو محترم، وغالبا عندنا بيحصل يا جماعه الكيس بيتملي قبل، يبقى الريد باكس دي بتتملي قبل 30 يوم، ممكن تتملي في 10 ايام، يبقى ساعتها اقفلها واشيلها. هو قال لك الحد الاقصى، الحد اخر وقت تفضل مفتوحه to be used جوه الكلاس او جوه اللاب او جوه الاوفيس، خلاص كده. لكن فكرة برضو حتة انها تبقى ليبلد امتى حطيتها وامتى شلتها عشان ما تتجاوزش فترة 30 يوم دي. ودي علامات اهو، بيوريك علامة الراديولوجي دي اهي، خلاص دي علامة الادوية السامة والحاجات التوكسيك. يعني ده اللي يهمني قوي يعني، او ده اللي انا هشوفه في الحياة يعني. ده المفروض فاصل، انا خدته كذا مره للاسف لان عندي اشبال انتوا عارفين، ف عشان كده في حاجات كده بتقع في النص وانا بعمل، فاعذرونا يا جماعه. هو ده الورك فروم هوم، ولازم يبقى له ضريبه. تمام، اوكي. ويست مانجمنت في الدنتال هيلث كير سيتنج، ازاي تخلص من نفايات في الدنتال اوفيس بقى بالذات. دخلنا بقى جوه الاوضه الضيقه بتاعتنا، في ثلاث حاجات مهمه ومحفظهم صم، ثلاث حاجات اساسيين لازم اعرفها. الامثله بتاعت الجريت تويست اللي في الدنتال هيلث كير سيتنج، اكتر ثلاث حاجات بصوا كده عليهم. اول حاجه كونتامينيتد شارب ايتمز، طبعا احنا عايشين في الشاربس، عايشين مع نيدلز، مع السكالب بليد اللي هو سن المشرط، مع النيدل سوتشر اللي هي النيدلز ديت، مش النيدلز العاديه اللي هي السرنجات، لا، ده النيدلز اللي هي اللي بخيط بيها، الوايرز بتاعه الجراحه اللي بيربطوا بيها الفك او كده. فكل دي شارب زي ما، يبقى انا اول مثال عندي من امثله الريجيليتد ويست المهمه جدا هي الشارب ايتمز. على فكره انا طول السنه دكتور عارف ان انا في سيفتي بوكس. طب الحمد لله خلصت كده، امال انت فاكر ايه؟ طيب السوليد بقى، السوليد ويست اللي هي مغلفة ومغطاة بالإيه؟ بالبلط. احنا كل شغلنا ايه؟ يا بنخلع سنان، يا حد جاي بإنفلاميشن، يا في سلايفا، يبقى في أذر بوتنشي إنفكشس ماتيريال وبلط، صح ولا لأ؟ يعني بلط وسلايفا، سلايفا وبلط، خلاص؟
زي الكوتون والجوز والشاش اللي مليان saturated with blood after ايه after any surgery. والسيرجري عندنا الخلع اسمه سيرجري يا شباب، ماشي. طيب احنا كده الحاجات استخدمتها. طب والاكستراكت التيث اخبارها ايه؟ ده دي اكتر حاجه برضو يا دكتور. يبقى الحاجات اللي هي surgically removed hard and soft tissue، بالذات المهم بالنسبه لي اللي هي most common الاكستراكت التيث. انت مش كل يوم هتشيل ليمفوما ولا جرانيلوما، طبعا لما تكبروا تعرفوا ايه الجرانيلوما وايه الليمفوما والكلام ده، تمام. مش كل يوم هتقابل حاجه زي كده او مرض او حته تيشو تشيلها، لا ده انت اللي كل يوم هتشيله هو مين؟ اكستراكت التيث. يبقى اول حاجه مانجمنت اوف كونتامينيت شارت. بصوا يا شباب، في حاجه مشتركه ما بين السيفتي بوكس ده واللي احنا شفناه قبل كده، اللون، اللون كان اصفر يا دكتور، لكن في حاجة تانية مختلفة. التاني مصنوع من الكارد بورد لكن ده مصنوع من البلاستيك، ده بقى مقوى اكتر وبنكشر ريزيستنس اكتر، تمام. طيب المهم ان انا اقول اكزامبلز الحاجات اللي انا عارفها. انا عارف النيدلز يا دكتور، وعارف السكالب بليدز، وعارف السوتشر نيدلز. النيدلز هنا اي سرنج، لكن السوتشر نيدل هي الخيط اللي انا هو ده، يعني دي السوتشر نيدل. بتقول لها يا دكتور بتخش تخيط في بق البيشنت، اه تمام. في الدنتال بيرز، اللي هي الدنتال بيرز دي اللي هي بعمل حشوات بيها، بحضر بعمل كافيتي بريباريشن. بص مش قلت لكم قبل كده ان انا في الانفكشن كنترول بدرس ترمينولوجي، يعني المفروض نلغي الترمينولوجي دي، ملهاش لازمه خلاص، احنا عرفنا دنتال بيرز يعني ايه. طيب وفي الاندودونتيك فايلز وريمورز. ايه الاندودونتيك فايلز؟ مفيش حد فينا ما راحش عند دكتور سنان وشاف حد او كان مرافق لحد او هو نفسه اتعمل له علاج عصب، اندودونتيك تريتمنت. فالاندودونتيك تريتمنت بيستخدم فايلات. الفايلات دي يا جماعه ساعات بتبوظ من كتر الاستخدام فبتترمي. عشان في ناس بتقولك الله يا دكتور مش بتستخدم تاني، بتستخدم تاني وكل حاجه، بس ساعات بتبقى خلاص تعبت اكزهوستد فعلا واتنت، فدي لو انت استخدمتها تاني هتتكسر في بق البيشنت، في قلب الروت كانال، فعشان كده لازم بيحصل لها ديسبوزنج برضه. فدي تعتبر مع الشارب انسترومنت، تمام كده. وسيمبلي خالص من الشاربس البروكن جلاسز او جلاس. ازاي تخلص منها؟ قلت لكم اهو، في ساعات بيبقى احمر وساعات بيبقى اصفر، وعلامه البايو هازارد ماتيريال محطوطه اهي عليها، الليبل او السيمبل محطوط عليها. يبقى برضو ليها لازم تحط بانكشر ريزيستنس كونتينر، يبقى لازم مواصفات تبع الاوشا خلاص، البانكشر ريزيستنس كونتينر. لازم يكون كلوزد مقفول، يا دوب فاتحه تعدي الشارب اللي هتحط بس خلاص كده. ويكون في مكان امن وفي مكان ظاهر. في ناس تقول له حطه على الارض، لكن لو هو كارد بورد هتحطه على الارض، هتحط جنب الحوض. الكارد بورد بيتاثر بالميه يا جماعه، لو البل بيسيح وبيبوظ يبقى انا كده خلاص ما بقى فقد اول خاصيه اللي هي البنكشر ريزيستنس. طيب في حاجه مهمه جدا، قال لك اوعى تعمل ريكابنج للنيدلز الا بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي وان هاند ايه، وان هاند سكوب تكنيك. التو هاند سكوب تكنيك بيؤدي الى ايه؟ مش هنعيد الكلام بقى، اللي هو الورك براكتس كنترول، تمام كده. ان ده بيؤدي ان انا هتعرض لمانيبيوليشن مش صح، هيحصل بانكتشر لايديا. مهم قوي ان انا ما اعملش اي مانيبيوليشن تانيه للنيدلز، يعني لا اكسرها ولا اثنيها ولا الحاجات دي. طب هقول لكم على حاجه يا جماعه، عشان هو يعني ما تعملش ان نيسيسري مانيبيوليشن. الكلام ده في عيادتك يعني ايه؟ الكلام ده انا عندي سيفت بوكس يا دكتور. طيب تعالى نطلع كده من عياده الاسنان ونخش على البيت. البيت عندنا لما انت تسمع ان في ناس بتستخدم السرنجات دي تعمل لها ريوزنج، او والله او والله العظيم بيلموها من الزباله وممكن يحصل كده وصدروها للصين، هل هتقبل على نفسك ان انت تسمح بده؟ قال لك ايه؟ قال لك لا، ده انت ممكن تعمل مانيبيوليشن تانية بسيفتي معينه بحيث تسيح البلاستيك على النيدل علشان خاطر تمنع المانيبيوليشن. الكلام ده فين؟ في البيت اللي هو مفيهوش سيفتي بوكس، اللي هو انا خايف من المكب العمومي اللي انا برمي فيه. او في ناس تانية تقول لك ما ترميش الازاز في الباسكت على طول، لحسن برضو قال لك في انذر مانيبيوليشن انت تلمه في يعني مثلا في علبه،
تكتب عليها جلاس، يا اما تحطه في كيسين فوق بعض برضه تبقى حاجه رينفورسد وتكتب عليه جلاس. ما هي دي مانيبيوليشن انا بعملها. عشان ايه؟ عشان احمي الانفايرمنت، احمي الناس، احمي العامل الغلبان اللي بيلم الرابش بتاعتي. تمام كده؟ فهنا نيفر بند اور بريك النيدل، ده فين؟ ده عندي في طب الاسنان. ليه؟ او عندي في العياده عموما او اي عياده اي ميديكال. ليه؟ لان انا عندي سيفتي بوكس بحط فيه النيدلز بتاعتي، وخلاص انا اتخلصت كده من الشاربس. مهم قوي ان انا وانا بعمل كده اكون لابس الابروبريت بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت زي الهيفي ديوتي او اليوتيليتي جلوفز يعني. تمام؟ طيب طبعا هنا نتكلم برضو عن ال وان سكوب وان هاند سكوب تكنيك تاني كمانيبيليشن. وبنعيد يعني بمعنى صح. وبيقول لي هنا ما نرميش ابدا شوربس في باجز، ما ينفعش، حرام حرام. انا عندي سيفتي بوكس ولازم يبقى عندي سيفتي بوكس ارمي فيه الشوربس يا جماعه. ماشي؟ طيب ده بيحصل في البيوت للاسف. ده في البيت لو واحد عنده، على فكره انا اعرف ناس يعني بيستخدموا حقنه الانسولين دي كل يوم شارين سيفتي بوكس ومتفقين مع حد انهم عياده جنبهم او مكان جنبهم بيسلموا السيفتي بوكس دي كل بعد كل، طبعا بتقعد معهم ايام كتيره بحيث ان هو يتخلص خالص من حقن الانسولين ديت للناس اللي بتاخد انسولين كل يوم. يعني انت لو انت عايز تسيب البيئه وتبقى حد حريص عليها هتقدر على فكره، وبالذات احنا اظن موضوع الكورونا خلانا دلوقتي عارفين كويس قوي ان النظافه سهله وممكن ابسط الناس تعلموها وشويه وعي. يعني انا فرحانه ما بقول لك ودايما من المنح من المحن تاتي المنح. محنة الكورونا دي عرفتنا يعني ايه نظافة ويعني ايه كونسبت ان انا اقلع الشوز بتاعتي قبل ما ادخل البيت، اللي هو عادات اهلنا زمان اللي احنا اتربينا عليها واللي كانوا بيقولوا انت فلاح عشان بتعمل كده، وكان الناس بتتكسف تعمل كده عشان ما يتقالش عليها فلاحين. دلوقتي بقت عادات الفلاحين هي العادات الصح، هي العادة الصح اللي انا لازم اقلع الشوز قبل ما ادخل. معلش يا جماعه سامحوني ان انا في النص بدخل موضوع الكورونا، بس ده احنا دي ماده انفكشن كنترول ويعني دي اخر محاضره، فلازم كل ما تيجي فرصه ان اوعي او اتكلم في كلام وعي الكل يسمعه يبقى يا ريت. تمام. في بعض الاماكن وفي ناس بتعمل كده حلو قوي الحته دي، انها قبل ما بتتخلص من يعني بتحط الشارب كونتينر ده بتحطه في الاسترايزر تعمل له اوتوكلاف. تخيلوا قبل ما تعمل ديسبوزر. عارفين ليه؟ عشان هو خايف من كونسبت الريوزنج، وخايف من مش مآمن ان هل هيحصل تريتمنت كويس بعد كده للشاربس دي ولا لا. وكمان عشان لما يحصل sterilization تاني للشاربز دي، لان معظم الشاربز يا جماعة بيتعاد تاني التريتمنت بتاعتها عن طريق sterilization قبل ما يحصل لها disposal او قبل ما يتعمل لها recycling whatever هيحصل لها ايه يعني أصلاً. خلاص هنا برضو بيديني هنت كده ان ازاي ان انا بجمع السيفتي بوكس جوه كونتينر كبير عشان يسمح بالترانسبورتيشن. ودي طريقة ترانسبورتيشن، الصورة دي متاخدة من مكان في السعودية غالبا. وسيلتي نقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية. حلوة دي. ودي برضو طريقة ازاي بيجمع النفايات بتاعته جوه الكونتينرز ديت اللي احنا اكيد بنشوفها موجودة في كذا حتة فور ترانسبورتيشن، وبعد كده حصل لها شيبنج شحن نفس الكلام. فكرة ترانسبورتيشن هو نتكلم عنها ولازم تبقى labeled برضو و is recommended when transporting great bags. مهم يعني مش عايزين يعني هو بيتكلم برضو انها puncture proof resistance وكلام ده مش طالبة قوي التفاصيل بتاعتها. وبرضو بيوريك ان يعني مش الترانسبورتيشن مش بعد 30 يوم، يعني خلال 30 يوم يجي ينقل. و30 يوم قلت لكم ده حد اقصى اب
to up to 30 يوم ماشي 30 days unless pick up is needed sooner. يعني انا الاستهلاك بتاعي اعلى ف 30 يوم دول هيبقوا كتير جدا يا دكتور، انا شغال في مؤسسة كبيرة فيها انفيات كتير، يبقى البروتوكول كل اسبوعين زي عندنا في الكلية البروتوكول كل اسبوعين. يبقى اتكلمنا عن ايه شويه، عن مانجمنت اوف الشارب او المثال من امثله الميديكال ويست او الريجيليتد ويست ان دنتال هيلث كير اوفيس. طيب تاني حاجه هي البلاد والاذر بودي فلويدز. قال لك يا سيدي ان الحاجات اللي كتير او شائعه هي الجوزز او الشاش والقطن اللي بيبقى نتيجه الاكستراكشن، نتيجة السيرجيكال ريموفال اوف اي حاجة لينفوما. لينفوما دي كتير اوي، صعب اوي تلاقيها، يعني حتة مثلا جرانلوما صغيرة، حتة سيست صغيرة، كل ده بينتج عنه كمية من الجوز وكمية من القطن اللي جواها بلاد اللي ممكن تؤوز البلاد ده. طيب لو كان بيقولك الجوز ده ساتوريتد ومليان بلاد او سلايفا ممكن يريليز البلاد، انا من رأيي ريليز او مش ريليز البلاد في كل الاحوال بدم فيه البلاد زي ما اتفقنا، او ان انا هتعامل معاه يحصل له هاندلنج ويتبل بعد كده برضو هيبقى تبع ريجريت تويست اللي متعرفة اكوردين تو مين تو اوشا. طيب يبقى لازم احطها فين؟ احطها في السبيشال كونتينر اللي بيقابل الريجوليشن بتاعه الاوشا، يعني تتحط برضو في نفس كلوزبل بانكتشر ريزيستنس لو امكن، خلاص تبقى ليكج ووتر بروف بمعنى اصح، ما تقل دونت الاو البروتروجن والسبيلج اوف الكونتينر، نفس الكرايتيريا اللي اتكلمنا عنها قبل كده، احطها في كونتينر يقابل هذه الكرايتيريا. خلاص طيب بالنسبه للبلاد والفلويدز نفسها دكتور، يعني انا بيجي لي عيان في بص في صديد خارج، الصديد ده انا ممكن الم في حاجه اسمها كيدني ديش كده صغير. الكيدني ديش ده كلكم عارفينه طبعا، الطبق البيضاوي اللي بيبقى في اي حته بتدي حقن ده، خلاص الكيدني ديش ده انا بقابل عليه البص والحاجات اللي زي كده، الفلويدز دي احطها فين؟ قال لك ان انت اللاود ان انت تحطها في السانيتري سيور، يعني تروح في المجاري عادي يا دكتور؟ ايوه مسموح لي احطها في السانيتري سيور، لان المفروض السانيتري سيور ده ما بيبقاش مصيرها يا جماعة البحار والمحيطات والأنهار، مصيرها مصارف، والمصارف دي مفروض بتدي أو بتتعامل معاملة معينة مع الويس، وبيحصل لها تنظيف باستمرار وحاجات زي كده، حط فيها كيميكالز وكلام زي كده. فهو قال لك آمن جدا إن أنا أحطها في الإيه؟ في السانيتري سيور، ملناش دعوة بالحاجات اللي مش صح، يعني ملناش دعوة ان ماسورة الصرف مش عارفة ضربة على ماسورة مش عارفة في ايه في ايه، احنا بنتكلم عن النورمال ريجيليشن، الحاجات المظبوطة. قالك المظبوط ان البلد والاذر بادي فلويدز اللاود انها تبقى سيب سبيلد ان ايه ان سانيتري سيور. طبعا ما العيان يا جماعة بيسبيل فين؟ في السبيتون، مش كده ولا ايه؟ سبيل في السبيتون. طب ما السبيتون ده بيودي فين؟ السيور. بس ثالث نقطه هي ازاي اتعامل مع الاكستراكتد توس. الله هو الموضوع ده كبير قوي كده، ما هحطها انا كمان يا دكتور في الكونتينر اللي بتاع الاوشا، ما توجعيش دماغنا بقى. لا حضرتك، ما هو انا عندي نوعين من انواع السنان، السنان دي يا اما تبقى سنه حلوه كده اموره مش مخلوعه ما فيهاش امالجم، الامالجم ده الامالجم ده الحشوه الامالجم اللي انت بتاخدها في الماتيريال. طب ويعني لو فيها امالجم؟ لا، لو فيها امالجم هتتعامل بطريقه تانية، لو فيها امالجم هبدا اديل ويز الامالجم اللي جواها، ده ميتال يا عم الحاج، الميتال ده ما ينفعش يخش المحرقه. ايه اللي جاب سيره المحرقه هنا يا دكتور؟ سيره المحرقه ان انا يا جماعه لازم افهم ان انا بعد ما حطيت الميديكال ويسز دي في الكونتينرز بتاع الريجوليشن بتاعت الاوشا، يعني حطيته في الريد باج، حلو كده؟ هو الريد باك دي بعد ما تتنقل هتروح فين؟ احنا قلنا يا اما تريتمنت ويز انسنريشن او نون انسنريشن. لا في الحقيقه معظم حاجتنا بتروح الانسنريتور. انسنريشن يعني احتراق، احتراق يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني في ميتال هيتحرق ولا مفيش ميتال هيتحرق؟ لما ما يكونش في ميتال يا جماعه احرق زي ما انا عايزه، خلاص كده يبقى انا هنا
هتكلم عن extracted tooth على انها must be disposed. ماشي. ان medical waste containers العادي خالص زي الاوتلاين بتاع الاوشا. حلو جدا. ماشي كده. طيب السنة دي برضو ينفع رجعها للبيشنت؟ ده سؤال مهم قوي. العيان المصري بطبعه يا جماعة او المسلم دايما يقول انا بحب ان انا ادفن التيشوز بتاعتي. ماشي. يعني ده دايما يقول العربي اي حد عايز يقولك انا بدفن، بحب ادفن ال انا ما اعرفش فرقتين التانية ايه النظام، بس فكرة دفن العضو بتاعه دي العضو جزء من جسمه يعني مهمة قوي. فهيقول لك انا عايز لو سمحت السنة بتاعتي عشان ادفنها، ده لو كان متدين. طيب ولو ما كانش متدين، انا عايز السنة بتاعتي، اصل انا سمعت اشاعة يا دكتور ان انتوا بتبيعوا السنين دي. اه والله ممكن تسمع الحكاية الحكمة الفظيعة دي. فلا طبعا بنبيع ايه يا عم. او في اشاعة تانية يقول لك اصل هم هيستخدموا السنين دي في زراعة الاعضاء. دكتور السنان خطير جدا، هيزرع اعضاء، هياخد سنة الراجل ده ويزرع بيها اعضاء، فيقول لك لا انا عايز السنة بتاعتي. فطبعا يا جماعة انت المفروض ان وزارة الصحة او احنا الريجيليشن بتاعتنا اللي انت المفروض تكون عارفها في اللوكال اريا بتاعتك، تكون عارف هي allowed ولا مش allowed. هي المفروض it wasn't allowed according to OSHA. خلاص كده يعني مش OSHA قالت لا السنة ما ترجعش صاحبها، لازم should be disposed بالطريقة بتاعتنا احنا. خلاص. طيب افرض في اللوكال اريا سمح بده، افرض في اللوكال اريا سمح بده، لو سمح بده يا جماعه ما تديلوش التيشوز ديت اللي هي الجزء منه ده السنه الاكستراكتد دي الا اذا كانت نيوترلايزد، يعني حطها في الاوتوكلاف، حطها في كيس بلاستيك واقول له اتفضل تعالى بكره خدها. ليه؟ عشان هعقمها لك. غير كده ما تديهالوش، وانا رايي ما تديهالوش اصلا حتى لو عمل ايه. ماشي. لان رقم واحد انت ممكن تساعد بيها في الايديوكيشن زي ما هنشوف كمان شويه. تاني حاجه ان العيان المصري للاسف او العيان بتاعنا في اي حته في الحقيقه يعني بياخد السنه دي بيفرجها لعيلته وقرايبه، وده ايه؟ وده بينقل المرض. ده ناهيك عن ان انت هو ماسكها ازاي، هو ماسكها في قطنه، القطنه دي ممكن تكون فيها بلاد مطرح برضو السنه او تيشوز اللي حوالين السنه اللي هي اكستراكتد توز دي، فهتقوز برضو بلاد في ايده. هيحصل ايه؟ هيبقى ايده دي كونتامينيتد، يروح بقى يرميها في درج، يحطها في اي حته. يعني للاسف ما ينفعش ان انا اعمل كده، نوت الاود في الحقيقه. يعني عندنا في وزاره الصحه اللي انتوا هتشتغلوا فيها بعد كده نوت الاود. ممكن تشتغل في مؤسسه زي الكليه هيقول لك لا يا عم اديها له عشان نريح دماغنا، لان احنا في يعني صرح طبي ما يصحش حد يتكلم علينا. طيب انت اضطريت ان انت تديها له، از ليجالي بيرميسبل لو ده مسموح بيه حسب اللوكال اريا اللي انت قاعد فيها، اشتغلت في جده، اشتغلت هنا تبقى عارف. يبقى ساعتها لازم اعمل لها اوتوكلافنج واديها له. يا رب يكون ما طولتش عليكم في الحته دي. طيب الاكستراكتد توث فيها امالجم، هو ادي الامالجم مخلوعه بقى، في الامالجم مسود، يبقى كونتين تريس اماونت اوف امالجم شود نوت بي بليزد ان ميديكال ويست. ليه؟ لان الميديكال ويست دي راحه فين؟ انتندد فور انسنريشن، راحه تتحرق فور فاينل ديسبوزل. ما دام راح الانسنريتور يبقى هيحصل ايه؟ الميركوري ده يا جماعه ويل بي ريليزد او كان بي ريليزد في الانفايرمنت بسبب الهاي تمبريتشر، وبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل تلوث، بولوشن، انفايرمنتال بولوشن نتيجه الانسنريشن. يبقى السنه الاكستراكتد ما ينفعش ارميها. تخيلوا كلنا بنعمل كده للاسف، كله بيعمل كده، ارمي على طول في الميديكال ويست كونتينر، مش كده؟ لا، ده لازم ان انا ما ارميهاش اصلا، احطها يا جماعه must be placed in a pre-labeled collection container. اهي في الحاله دي بقى انت تحطها في كونتينر وتديها للبيشنت تدفنها، يعني هيبقى اروع حاجه انت عملتها في حياتك. يعني يبقى must be placed in a pre-labeled collection container، يعني حاجه محطوط عليها علامه، علامه، العلامه دي ان هنا مكان تجميع الاسنان المخلوعه، وبعدين بعد كده الاسنان اللي فيها ايه؟ اللي فيها امالجم. وبعدين اعمل ايه؟ احطها في حوالي نص انش، نص انش يا جماعه يعني 1.27 مللي، يعني حوالي 1.5 سم مثلا من الهاوس هولد بليتشنج او الكلور. في كلور، الكلور 10% كلور، يعني حت يعني 1% كلور باقي ميه يا جماعه، 10% يعني 1% كلور والباقي ميه،
وعلى فكرة ده المستحضر اللي انت بتعمله دلوقتي وماما بتعمله في البيت، تحط معيار كلور و10 معايير قصاده، يعني 1 لـ10 عشان تقدر تنضف الأسطح اللي في البيت، وما حدش يعمل كونسنتريشن اكتر من كده. ابوس ايديكم. خلاص طيب نرجع للحتة اللي احنا فيها. يبقى انا احط اجمع السنان دي في كونتينر عليه علامة، وبعدين احطه في 10% كلور. خلاص كده كاسترلنت. ليه يا دكتور؟ عشان في يا جماعه مصانع واماكن قال لك الامالجم ده ميتال وبيفيد البيئه، فممكن ان انا اعمل له ريوزنج. انتوا متخيلين في ناس ممكن تيجي تاخد مني ده تعمل له ريوزنج، تستخدم الامالجم ده تاني في اي حاجه تانية، تعمل فيه فرجي زي ما اتفقنا قبل كده، او تعمل بيه اي حاجه مفيده. خلاص كده يعني ممكن تعمله ريسايكلينج او يتدفن في بيوريت بعيد عن الانسنريشن. قالك نفس السنان الاكستراكتد تيس دي بقى هستحطها، هستخدمها في الايديوكيشنال سيتنج. الناس دي عامله حسابها ان في حاجه اسمها طالب طب اسنان محتاج السنان دي بيستخدمها. طبعا طبعا ماشي. هعمل ايه؟ قالك يا سيدي ان انت ممكن تجمع الاسنان ديت في هايدريتد ستيت، يعني في برطمان او في علبه فيها ميه، ان هايدريتد ستيت. ليه؟ يعني اغسلها، انضفها الاول، اشيل منها البلط واشيل منها الدبرز، اي عامل عندك تعمل كده، وتبدا تجمعهم في هايدريت ستيت، يعني حاجه فيها ميه تمام كده. وبعدين بعد كده دخله زي ما هو الاوتوكلاف، زي ما انت كده دخله الاوتوكلاف. ده ما فيهوش امالجم يا دكتور؟ ما فيهوش امالجم. طب السنه الاكستراكت اللي فيها امالجم؟ بالمناسبه السنه الاكستراكت اللي فيها امالجم ما لهاش فايده خالص في الايديوكيشن سيتنج. هتعمل فيها ايه؟ لازم انت هتعمل فيها بقى اندونتك تريتمنت. طيب لو ده في العملي يعني. طب السنه اللي فيها امالجم هعمل فيها ايه؟ ينفع ادخلها الاوتوكلاف؟ لا ما ينفعش ادخلها الاوتوكلاف. ليه؟ نفس السبب، الامالجم ده ميتال، هيحصل ايه؟ هيحصل هيت جنريشن. هيت جنريشن ده هيبقى ضار للبيئه، ما ينفعش احط حاجه هيحصل له ايفابوريزيشن بمعنى اصح بسبب التمبريتشر. فهمتوا؟ يعني بيحصل له تصاعد ايفابوريزيشن بسبب التمبريتشر. خلاص كده. طيب امال اعمل ايه بقى يا دكتور؟ بقى انتوا حيرتونا. السنه اللي فيها امالجم دي اللي هيحصل ريليز للميركري، ميركري فابورايزيشن، هيتصاعد الميركري دوت. الميركري ده ايه؟ مضر للبيئه، وهيلث هازارد، مضر للصحه. طيب بقى انا اعمل ايه في السنه اللي فيها امالجم؟ قال لك حطها في 10% فورمالين. الفورمالين، ها عارفين الفورمالين بتاع الميتين؟ 10% فورمالين، ويقول لك لمده اسبوعين، لمده اسبوعين وبعدين استخدمها تاني. ايه ده؟ ده انا يا دكتور الدكتور بتاعي بيجمع لي السنان في علبه فيها كلور بس، ويقول لي انا حاططها بقالي 12 ساعه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت مشكلتك ايه ان انت تبقى ان هايدريت ستيت وتحطها في الاوتوكلاف؟ نخسر ايه؟ ما نخلينا في السيف سايد احسن. مش في بلب صاحي جوه السنان دي؟ فخلينا في السيف سايد وحطها هايدريت ستيت ان الاوتوكلاف. طيب لو هي فيها امالجم ساعتها هنحطها في 10% فورمالين. ده كده تعقيد؟ ايوه تعقيد، لان انت قلت لك قبل كده السنه اللي فيها امالجم انت مش محتاجها اصلا، انت تحتاجها في ايه؟ يعني احنا بنقول الحاجه العلميه ايه والرد عليها دايركتلي ايه عشان نبقى واضحين. طيب هي الصوره دي فور فان كده عشان يقول لك ان ايه، احنا بنحبط الووكينج ديد بتوعنا، المعجبين بتوعنا ان اللي هم الزومبيز، يعني ان عندهم في امريكا الحمد لله ريجيليشن وحاجات مظبوطه، فمش هيبقى فيه زومبي ان شاء الله. ربنا يستر، ربنا يستر على امريكا وعلى العالم كله. طيب دي بس حاجه كنت حابه اقولها لكم، كان فيه حته كده قلتها في النص، طريقه فصل النفايات. فقلت لكم ان حتى الاسود حطيناها في الميديكال ويست، يعني حتى الاسود اللون الاسود السجريجيشن، ملناش دعوه بالكلام ده، احنا هنا في الصحه عندنا، لا احنا بنتكلم عن المظبوط. قال لك السايت توكسيك دراج والكيميكالز ممكن احطها في بلاستيك كونتينر بلاك. الاسود الاحمر او الريد بلاستيك كونتينر الحاجات اللي زي الجوز والكوتون والكلام ده. الاصفر عشان خاطر الباثولوجيكال، يعني اكستراكتد توس او تيشوز. بصوا ده في ازرق، مش انا قلت لكم في ازرق؟ البلاستيك والجلوفز والحاجات اللي زي كده تمام ماشي.
والسيفتي بوكس احط فيه الشاربس. خلي بالك هنا يقول لي في ما احطه في سكيورد لاند فيلينج، هنا لا ده انا احطه في ديب بيوريال، وهنا برضه ديب بيوريال حفرة عميقة خلاص كده. لا ده هنا انا الجلافزات والسيرنج والحاجات البلاستيك والكلام ده، ده انا ممكن اعمل له ريسايكلينج. تمام، بس ريسايكلينج ازاي يعني تريتمنت يا جماعة؟ في حاجات شريدنج، بيقطع شريدنج دي ازاي يقطع، ازاي بعد ما يقطع يعمل لها اوتوكلافينج ماشي او نيوتراليزيشن، هوريكو تريتمنت حالا. برضو هنا دي بيقول لك السجريجيشن في كينيا، كينيا يا جماعة مديك مثال من دولة افريقية، قال لك الجنرال ويست، وده غالبا اللي بيحصل عندنا يعني، ده غالبا البروتوكول بتاع مصر ماشي شبهه بالظبط. جنرال ويست في الاسود ماشي، البنانا والجورنال والمش عارفه ايه، الانفكشس ويست بتتحط في الاصفر، ده غالبا بقول لك يعني البروتوكول بتاعنا. طيب التيس والمش عارفه الباثولوجيكال ويست هنا، تعرفت ليه احنا ما عندناش ده؟ يعني احنا ما عندناش ده عشان في معظم الاحوال احنا بنحط في الريد، في معظم الاحوال انا بحط في ايه في الريد دوت الريد باكس، والشارب لونها ايه اصفر، معظم البروتوكول ده شبه اللي عندنا جدا يعني. لازم نعرف طرق التريتمنت عشان برضو دي مهمة. التريتمنت قلنا يا انسنريشن يا نون انسنريشن ايه سيستم. الانسنريشن المحرقة اللي هوريكم صورتها كمان 5 ثواني، اما النون انسنريشن يا اما ثيرمال. ثيرمال ازاي؟ اوتوكلاف، حط الحاجة في الاوتوكلاف تعقم خلاص كده، بعد كده ابدا اعمل لها اشوف هتتحط في تي بيوريت ولا هتتعمل لها هتتعمل ازاي يعني خلاص كده. الايراديشن، الايراديشن ده مايكرويف. الحته دي بقى مهمه قوي، عارفين ان احنا اليومين دول في ناس امهات كتير قوي مبيرضوش يعملوا يجيبوا عيش من بره او حاجات من الفرن او يجيبوا اكل دليفري. طبعا ده صح 100%، لكن افرض انت اضطريت انت تجيب دليفري او تجيب عيش، مش شاطرين مش كل الامهات وكل الناس شاطره انها تعمل عيش في البيت، نعمل ايه؟ نعمل ايراديشن يا جماعه، تخيلوا. والله معظم برضو الناس الحمد لله ممكن يكون فيه مايكرويف في البيت او في فرن، الفرن الفرن للاسف هتحتاج ان انت تحط الحاجه فيه مده طويله شويه. ميزه المايكرويف بقى ان انت ممكن تحط فيه اي حاجه حتى الورق، يعني ممكن تحط الاكل الدليفري اللي جاي من كنتاكي مثلا بالورقه بتاعته في قلب الفرن. دي طريقة ان انا تريت مع الحاجة عشان امنع الانفكشن بالمناسبة، فانا حبيت اقولها لكم بس زيادة. لكن طبعا عارفة ان احنا كلنا ولاد وبنات شاطرين جدا جدا جدا، وانا شفت طبعا كل شطارتكم على الفيسبوك ازاي عاملين اكل تحفة، فمش محتاجين لا نشتري دليفري ولا نجيب عيش من بره. في طريقة تانية الكيميكالز يا جماعة، ازاي ان انا احط يعني مهمة علشان خاطر الكيميكال ويست، ازاي اتعامل معاها كيميكالي سيكن بيولوجيكالي. دي التريتمنت بروسيس ويل يوز سيفرال ميديكال ويست اكويبمنت ذات رينجد فروم هاندلنج كارتس شريدنج. وهنا عايز يقول لي ان التعامل مع التريتمنت ممكن احتاج ان انا اتعامل تعامل معين زي فكره الشريدنج دي، التقطيع خلاص كده، اقلل السايز سايز ديوزنج، او اضغط الحجم. كلنا شفنا الورق ازاي بيلموه بيضغطوه يا جماعه كومباكتورز ماشي، علشان اعمل استرلايزيشن او ان انا اعمل ريسايكلينج. انتوا معايا فكره التريتمنت ليه؟ التريتمنت عشان مش كل حاجه البلاستيك ده مش هعرف اتخلص منه. البلاستيك يا جماعه مش بايودجريدبل، فبدل مش بايودجريدبل هتفينه، مش هيعمل لي حاجه في المستقبل خالص، فلازم اعيد استخدامه. هو الميتال استخدامها زي ما اتفقنا في اغراض غير طبية. ده شكل الانسنريتور محرقة، هنا بيقول لك ازاي، وعلى فكرة في ناس عاملة بروجيكتس ازاي تطلع غاز الميثان وتعمل من الغاز ده مصانع، يعني تنتج منه باور. انتوا متخيلين عندنا طاقة يعني حقيقي طاقة جبارة، طاقة الرابتش دي او ويس. مهم قوي ان انا اقول الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وثانك يو فيري ماتش، اشكركم جزيلا على المتابعه، واتمنى يبقى فيه فيدباك. ثانك يو.